حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبه قال رايت سالم بن عبد الله يتحرى اماكن من الطريق فيصلي فيها ويحدث ان اباه كان يصلي فيها وانه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الامكنه وحدثني نافع عن ابن عمر انه كان يصلي في تلك الامكنه وسالت سالما فلا اعلمه الا وافق نافعا في الامكنه كلها الا انهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء